اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وطعم البيوت معاكم. وطبعا شفنا مجموعه من الفقرات كانت مع تغريد، لكن دلوقتي جمعت فقراتنا معاكم واللي هتكون فيها عن اول فقراتنا عن الزراعات المنزليه وازاي ممكن الزراعه المنزليه تساهم بشكل كبير في يعني تجميل المنزل، وبجانب ده نقدر نستفيد بيها كاسر من خلال المنتجات اللي هنقدر ان احنا نزرعها، وكمان اكيد هتكون ليها الكثير من العائد النفسي وكمان لتنقية الجو. كتير من الأسئلة نحاول نتعرف عليها ونتعرف على موضوعنا من خلال لقائنا مع ضيفنا. كمان معانا موضوع مهم جدا، نماذج المرأة المشرفة اللي بتكون معانا كل أسبوع. أكيد معانا نموذج لمرأة مشرفة بتحاول إن هي تنتج منتجاتها والعمل اليدوي داخل البيت علشان تكون دخل اقتصادي مختلف للأسرة. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع تقرير عن أهمية الزراعات المنزلية وهذه الأهمية الاقتصادية للفرد والمجتمع من خلال التقرير اللي جاي اللي هنشوفه، وبعدين نستقبل ضيفنا. خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية بعد التقرير اللي فات، واتكلمنا فيه عن اهميه الزراعات المنزليه وهذه الاهميه الاقتصاديه. طبعا كنا بنستقبل ضيفنا واللي هنتكلم فيه عن موضوع اهميه هذه الزراعات داخل اسطح المنازل وازاي ممكن هي تساهم بشكل كبير في يعني مواجهه التغيرات المناخيه في الوقت الحالي، بجانب ان هي كمان تكون عائد للاسره وان هي تفيد هذه الاسره. غيرها من الاسئله نحاول نتعرف عليها من خلال ضيفنا اللي منورنا معاكم ومعانا النهارده، دكتور عبد الباسط عبد العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، ربنا يخليك. دكتور، حضرتك شايف الزراعات المنزليه واهميتها الاقتصاديه بالنسبه للفرد والمجتمع ازاي من وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه احنا لما بنتكلم عن الزراعه المنزليه فاحنا بنتكلم عن جانب في الاقتصاد مهم جدا جدا الناس بتغفل عنه ومحدش كتير بيهتم بيه، لكن يكفي ان في منظمات دوليه قالت ان ده يعني بمثابه النصر. يعني النهارده الفرد المستهلك، اي فرد في العالم مستهلك للسلع الغذائيه بشكل اساسي مفيش كلام يعني. فالنهارده انت بدل ما انت مستهلك وفقط، لا، هتبقى بتنتج جزء من احتياجاتك. فلو افترضنا ان ربع سكان العالم اصبحوا منتجين، انا هنتج حاجه او ده هينتج حاجه او ده حاجه ثانيه، فهيحصل فيه نوع من الامن الغذائي او تحقيق الامن الغذائي او شبه اكتفاء. يعني الدول او البلدان اللي عملت كده عملت طفره كبيره جدا جدا. يعني في بعض الدول اصبح كل اسره منتجه تنتج سلعه معينه زراعيه معينه بتكفي النطاق اللي هو فيه، والتاني بينتج سلعة مختلفة فيعتبر في شبه اكتفاء ذاتي. طبعا ده مردود اقتصادي كبير جدا جدا على دخل الأسرة نفسها، لان انا النهارده بشتري خضار بكذا فحوفر جزء من احتياجاتي، مع الوقت ومع السنين ومع الوقت ده بيوفر مبلغ كبير جدا جدا. الاهم بقى من الموضوع الاقتصادي الجوده، ان انا حاجه انا زارعها بايدي وعارف انا عاملها بايه ومربيها ازاي ومتاكد ان هي مرشوشه ازاي وعاملها ازاي، ففي نوع من الطمانينه. باكل حاجه اورجانيك، مين النهارده يقدر يشتري الاورجانيك؟ يعني اورجانيك بيور، يعني مين النهارده يقدر يشتري؟ فالنهارده موضوع كبير. اكل امن، توفير كبير جدا، لان احنا معظم دخلنا رايح على الاكل. تمام. فيعني موضوع اقتصادي كبير يعني. طيب دكتور عبد الباسط، حضرتك من وجهه نظرك شايف ازاي ممكن ننشر الثقافه دي وازاي النهايه نقدر ان احنا نعممها وازاي يكون ليها مردودها بقى بالنسبه لاختلاف وجهات النظر من قبل الناس، وفي نفس الوقت ثقافتهم اللي هتؤدي طبعا الى تنميه المجتمع. الحقيقه ان السؤال اللي حضرتك سالتيه ده، اليابان سبقت العالم كله في القصه دي. اليابان بيفضلوا يعلموا الطفل في بدايه حياته السلوكيات والاخلاقيات، وطلعت بقى مصطلحات الثقافه البيئيه والوعي البيئي، الاخلاقيات البيئيه. فغرسوا في اطفالهم من بدري ان البيئه دي هي البيت الكبير اللي كلنا عايشين فيه اللي لازم نحافظ عليه. حتى كان القصه الشهيره ان دايما في القلم الرصاص عشان مصنوع من الخشب في نهايته بتكون في بذره اللي الطفل بيغرسها، اللي بيتبقى من الميه منهم ميه الشرب ما بيرموهوش على الارض، بيحطه تحت شجره. اصبحت ثقافه. نشر الثقافه ده بقى يتم عن طريق ايه؟ عن طريق الاعلام، عن طريق المدرسه، عن طريق الأسرة، عن طريق المسجد والكنيسة، يعني المجتمع كله. تبقى دي ثقافة مجتمعية. انت بتزرع شجرة فانت بتساهم في الانتاج
بتساهم في الحفاظ على البيئة، بتساهم في الشكل الجمالي، انت بتعمل عمل كبير، انت بتاخد اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. ده ابسط شيء. يعني في حديث حتى في الموضوع ده، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه الطير او انسان او حيوان الا كانت له صدقه. وفي حديث تاني، لو كان في احدكم فسيله ثم قامت القيامه فليغرسها. يعني طب انت عايز ايه؟ طب انت ده ثواب في الدنيا وبتحسن الدنيا ودخل اقتصادي وحماية البيئة، يعني ومنظر جمالي وراحة نفسية وكل شيء. فالحقيقة ان الموضوع ده مهم جدا، وياريت ان يتم تبنيه في المدارس وفي كل التجمعات وفي الأندية وفي الإعلام وفي كل مكان، ان ده يبقى ثقافة عامة. نعلم أطفالنا تزرع، نعلم أطفالنا والأجيال الحالية ان هم ان ما زرعش يحافظ على الزرع. تمام. طيب دكتور، من وجهة نظر حضرتك المردود بقى بالنسبة للزراعات المنزلية، مردودها البيئي والمجتمعي على الفرد وعلى المجتمع؟ جميل قوي. الحقيقة لما اتكلم عن المردود البيئي، فكل نبتة بتزرع بتساهم في تحسين البيئة وتحسين المناخ. ازاي؟ النهاردة سبب المشكلة المناخ القاتل اللي احنا فيه ده، فكرة العالم كله في خطر. الناس مش متخيلة درجة الحرارة لو ارتفعت عن كده والاحتباس الحراري زاد عن كده، العالم غير موجود، العالم هينتهي. فالقصة ايه؟ لازم بقى نفوق، العالم كله يفوق. طيب اساس المشكلة ايه اللي سبب الاحتباس الحراري؟ ايه؟ الغازات الدفيئة دي اهمها ثاني اكسيد الكربون. طيب ثاني اكسيد الكربون ده عامل ايه؟ كان جزء من اشعه الشمس بتسقط على الارض بتنعكس وبتتشتت في الفضاء فبتقلل الحراره. الغازات الدفيئه دي منعت الحراره تتشتت في الفضاء فاتحبست، فاصبحنا احنا عايشين داخل صوبه. طيب يبقى اذا الغاز الرئيسي المسبب في الاحتباس الحراري هو غاز ثاني اكسيد الكربون. النبات ده بيمتص وبيحوله الى ماده عضويه، بحوله لثمار، بحوله لمواد نافعه. طيب يبقى اذا الحل الاكثر امنا والافضل والاسهل للعالم كله، اصلا مش هقدر اقول له بطل بترول، مش هقدر اقول له بطل غاز، مش هقدر اقول له وقف المصانع، وقف العربيات. ما ده الانبعاث، دي انبعاثات مش هنقدر نوقف. تمام. فنعمل ايه بقى؟ نزرع نباتات، مليارات النباتات تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون، تقلله من الجو، تقلل الاحتباس الحراري، يرجع التوازن البيئي تاني. دورة الكربون ودورة الأكسجين اللي احنا درسناها زمان ترجع الدورة تاني تكون منتظمة. لكن انا النهارده مفيش نبات وفي انبعاثات وفي عوادم وفي مصانع وفي 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 في عرائق غابات، لا، هيحصل فيه خلل بيئي. فكل زرعة الانسان بيزرعها بتحسن في المناخ. تمام. دكتور البسط، حضرتك من وجهه نظرك التكاليف بقى الزراعات المنزليه بتكون مكلفه، يعني مجهده على الاسره، مجهده على الفرد اللي بيقوم بده، ولا بتكون الموضوع تكاليفه بسيطه بيقدر ان هو اي شخص ممكن يقوم بيه؟ هو مبدئيا اي شخص ممكن يقوم بيها، والستات بالذات. تمام. والبنات. يعني الستات والبنات بيحبوا قوي القصه دي، والموضوع سهل جدا حسب امكانياتك. في ناس عايزه تكلف تعمل حاجه جامده، كلوز سيستم او الهيدروبونيك او الاكوابونيك، انظمه زراعه بدون تربه، زراعه مائيه، نظام مغلق، مجموعه مواسير بتمر فيها ميه وحوض للتغذيه ومضخات والكلام ده. ده نظام مكلف بس على المدى الطويل العائد الاقتصادي بتاعه ممتاز، يعني واقتصادي جدا في المية واقتصادي في كل شيء. ده اللي عايز يكلف. طب لو حد عنده حاجة بسيطة، سطح بسيط، بلكونة، مكان فاضي، حتة في الجنينة برة، حتة في مدخل العمارة، في أي شيء، بيجيب أسس عادية خالص، السيس بتاع الزرع العادي خالص، بيجيب بيئة من عندي بتاع أي حد بتاع مشتل. البيئة دي عبارة عن تلت يعني وزنة رملة مع وزنة بوتمس مع وزنة فيرموكلايت. المواد دي موجودة وبتتباع، يعني موجودة في المشاتل وبتتباع في المحلات. بيعمل خلطة بيئة كده عشان تبقى خفيفة وتبقى سهلة النقل. البوتمس ده مادة عضوية كده، يعني بتحسن الخواص المائية، بتخلي والتهوية والكلام ده، والنبات يعني برعرع فيها. فأنا بجيب الخلطة دي وبخلطهم مع بعض وبحطهم في السيس، وبروح اشتري الشتله جاهزه، او اجيب بذره، او انا حتى ازرع. انا لو جبت فص التوم وزرعته هيطلع شجره توم، لو جبت البطاطسايه وشقتها نصين كل نص منهم هيطلع شجره، لو جبت راس الجزر وقطعتها وزرعتها هتطلع، لو جبت حبات طماطم وزرعتها زي ما هي او نصها او جزء منها هتطلع. قصه سهله خالص. طيب انا بالنسبه لي خلاص زرعت هيطلع لوحده.
طيب اذا حصل فيه اصابه من السهل جدا يدخل على اليوتيوب هيلاقينا احنا عاملين عشرات الحلقات الارشاديه نقول له لو حصل فيه كذا هترش بكذا، حصل فيه كذا هتسمد بكذا. موضوع بسيط جدا جدا، العلم النهارده متاح خالص، واحنا عندنا قناه متخصصه في الزراعه 24 ساعه، والتلفزيون المصري كل القنوات عامله فقره زراعيه مفيش كلام، حتى في صباح الخير مصر في فقره زراعيه. فالنهارده المعلومه ميسره والنت ما خلاش حاجه، فحضرتك بس ابدا وهتشوف الراحه النفسيه والمتعه ان انت بتزرع حاجه تكبر قدام عينك، بتثمر قدام عينك، تاكل منها حاجه هتلاقي مختلفه خالص عن اللي بره. طيب قول لي يا دكتور، ايه الزراعات اللي ممكن نزرعها في اسطح المنازل او يعني في البيت بشكل عام؟ معظم الزراعات ممكن نزرعها، حتى الفاكهه، حتى المانجا. في مانجا متقزمه تتزرع في قصيص يعني وسط كده، في موالح متقزمه، في نوع من اليوسفي اسمه موركوت متقزم، في نوع من الليمون متقزم. نقدر نزرع بقى طماطم، فلفل، بدنجان، بطاطس، بصل، ثوم، ملوخيه. نقدر نباتات طبيه عطريه، النعناع والريحان والزعتر والمرمريه، كل النباتات الطبيه العطريه نقدر نزرعها. نقدر نعمل السطح بتاعنا نشكله نباتات طبيه عطريه، جزء منه خضر، جزء منه فاكهه، نخلي السطح جنه. نطلع اما تطلع كده انت في المكان ده، اي حد يجرب يشوف المتعه ويشوف الجمال والحلاوه والراحه النفسيه اللي هيبقى فيها لو هو عمل حاجه دي بايده كده. طيب في شروط معينه مطلوبه علشان اقدر ان انا ازرع جوه البيت او في التربه نفسها اللي انا بزرعها؟ حضرتك وصفت التربه ممكن ازاي احصل عليها، لكن في شروط معينه تنفع او ما تنفعش؟ طبعا رقم واحد تكون التربه خاليه من الاملاح، خاليه من الملوثات، تكون صالحه للزراعه، جيده التهويه. رقم اثنين ميعاد الزراعه، اركز قوي في ميعاد الزراعه. انا ما اجيبش نبات شتوي وازرعه في الصيف او العكس. ادخل واسال على ميعاد الزراعه. رقم ثلاثه اجيب التقاوي او الحبوب او الشتلات من مكان ثق. رقم اربعه انا اراعي النبات بنفسي، يعني انا ارعيه، ابص عليه. لو لقيت في اي اصابه حشريه من السهل جدا اجيب مبيد حشري من اي محل مبيدات واحطه في البخاخه بتاعت الجلانس العاديه دي وارش النبات. الموضوع بسيط خالص، يعني ممكن ارش رش وقائي عشان امنع الاصابه بشكل وممكن استنى لما تحصل الاصابه واكافح. الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل خالص، وانظم الري وبس على كده. يعني ممكن هسمده مره ولا اتنين وخلاص، لو التربه خصبه مش محتاج تسميد. طب في مشاكل معينه ممكن تواجه بقى صاحب المنزل اللي هو ممكن يكون بيزرع على سطح البيت او حتى داخل البيت في اي مكان ممكن يبدا يزرع؟ المشاكل البسيطه سهل التغلب عليها. ازاي؟ يعني مثلا لو انا افرطت في الري هيحصل فيه ترشيح في السقف مثلا، يعني زي كده. المشاكل امور بسيطه خالص، ممكن مثلا زرعه تفشل منه نتيجه رياح شديده تروح مبوظه له الزرعه بتاعته، امور حاجات خارج عن ارادته، حاجات خارج، بس مش دايما. وانا اقدر برضو اعمل بعض الاجراءات وانا عارف ان في رياح. مثلا انا عارف فتره رياح الخمسين، انا الم النبات بتاعي كله في مكان واحد واحاول احميه باي شيء وخلاص، اذا كان نبات خضر او نبات طبي عطري غير مقاوم للرياح يعني. طبعًا. اذا كان في الطلع، فالمعوقات سهله جدا. طيب هي الزراعه بدون تربه وليها شروط معينه وسهل الانسان اللي ما عندوش خلفيه زراعيه ان هو يقوم بيها؟ هي الزراعه بدون تربه، هي من اسمها كده ان انا بزرع في احواض مائيه او 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 زلط او تربه زلطيه او حتى في مواسير، بزرع في اي شيء بدون تربه، او بالات قش بزرع فيها، هي من اسمها كده زراعه بدون تربه. تمام. النبات عنده استعداد ينمو لو عملت له محلول مائي منتظم فيه الماء والعناصر اللي هو محتاجها، وحط له حاجه يتثبت عليها، زلطه ولا اي شيء يتثبت عليه او ماسوره او اي شيء. النبات طالما عنده الميه والغذاء بتاعه دايب في الميه هيعيش وهينمو وهيكون نقي جدا ومفيش اي مناوشات فيه على الاطلاق خالص. فالزراعه بدون تربه الموضوع من اسمها. في بقى انواع منها كتير، في مزارع زلطيه ان انا بجيب زلط وازرع فيه، ومزارع مائيه، في مزارع من الصوف الصخري، في مزارع من بلات القش. سهله جدا يعني، والموضوع كله بس طالما في نطاق الزراعه المنزليه في بيئه صغيره متحكم فيها هتبقى الامور سهله جدا. من السهل ان ست البيت تعملها يعني. وعلى فكره الستات
والبنات بيحبوا الزراعه جدا جدا. يعني انا حتى انا عندي بنتي رغم انها في سياسه اقتصاد غاويه زراعه وبتزرع وبتزرع كل شيء عندنا في الارض، هي بتزرع بنفسها والله. طب قول لي يا دكتور، يعني ممكن ان ست البيت العاديه خالص او لشخص هو حابب ان يقوم بعمليه الزراعه، ايه الجهات الرسميه المعنيه اللي هو المفروض يروح لها؟ مثلا يتجه لوزاره الزراعه، يتجه للمراكز البحثيه، المفروض ان هو بيتجه ايه من اي من الجهات الرسميه؟ هو مش محتاج يتجه لاي حد. هو لو دخل على اليوتيوب وكتب زراعة الأسطح هيلاقينا، احنا هنطلع له الفقرة دي هتطلع له، واحنا بنقول له تزرع ازاي، هيلاقي عشرات الفيديوهات من علماء ودكاترة من مركز البحوث هيطلعوا يقولوا له ازاي تزرع من A to Z، من ساعة تجهيز البيئة، يجهز الخلطة ازاي ويجهز البيئة ازاي ويزرع ازاي، ولكل نبات موعد زراعة، وانت بس كل اللي مطلوب منك يا تشتري شتلة جاهزة من اي مشتل، والمشاتل ما اكثرها موجودة بملية الدنيا، هتروح تشتري شتلة، هتشتري صينية واحدة مثلا، لو هتزرع طماطم هتشتري صينية واحدة هتغرق لك الدنيا طماطم، أو أنت تزرع بنفسك، التقاوي والبذور متوفرة جدا تقدر تزرع بنفسك، القصة سهلة بس نبدأ. تمام. البداية هي اللي صعبة. تمام. طيب كلمات ورسائل توجهها لمين وتقول له إيه؟ أنا أوجه رسالة للسادة المشاهدين كلهم، عايز أقول لهم إن فعلا إن الزراعة أصبحت مسألة حياة أو موت، كل واحد فينا مطلوب منه عشان العالم نقدر نعيش فيه ونرجع فيه بأمان تاني، كل واحد منا مطلوب منه يزرع على الأقل 10 شجرات. تمام. كل مواطن في العالم يزرع 10 شجرات عشان نرجع نعمل توازن بيئي تاني في العالم كله. فدعوة من هنا لكل الناس في المدن وفي الريف، الريف بيزرع وكده كده بيزرعوا وبيعملوا وتلاقي قدام البيت كل حاجة مزروعة، لكن المشكلة هنا في المدن، ازرع بلكونة بيتك، ازرع سطح البيت عندك، ازرع مدخل العمارة، حط في مدخل العمارة أسس الأثار اللي هي الزرع دي وازرع، شكل جميل جدا وحاجة روعة وجميلة وهتريح العين وتريح النفس وهتحس بمتعة جدا في الزراعة. الزراعة حياة والزراعة متعة برضه. احنا في نهاية لقائنا دكتور بنشكر حضرتك وبنتمنى لك كل التوفيق ودايما ان شاء الله كده في تعلق، بنشكرك جدا، نشكر على المعلومات القيمة دي، بنشكر حضرتك يا فندم. بكده مشاهدينا كنا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لفاصل ونرجع بقى لصناعات يدويه وازاي تعملي مشروع صغير في بيتك ونموذج للمراه المصريه بعد الفاصل.